يا بلبل جبت الأمانة؟ يا عم وطي صوتك، أنا جايب لك نعناع. يا راجل ما تخافش. بتسيح ليه؟ هو أنت عشان معاك روشيتة روح أنا الملاهي؟ هات هات. قفشنا يا توحة. أنت كنت كويس، إيه اللي حصل لك؟ ما أنا كويس برضه. خد يا سيدي اتفضل. الله، متينات وحلوت وإيه؟ هات. وده برضه 200. ايه حكاية 200 علبة دي بقى؟ انت ناوي تدورها ولا ايه؟ ما تقول لي اظبطك. ادور ايه يا بني ادم انت؟ انا واخدهم لزمن بدل اللف على الاجزخانات. حتى الزمن اتضرب بالكيمياء؟ مرحبا يا زمن، خد بالك الشهر الجاي هيغلى. ها؟ يغلى يا سيدي لما يجي وقت احلى الف حلال. سلام. وانتظر.